قرق مغار أو الأربعون مغارة، اسم هذه القرية في ريف جرابلس شرق حلب. تاريخ عريق ترويه هذه المنطقة، حيث تتوزع المغارات على ضفة الفرات الغربية، وقصص يحكيها العم أبو صالح الذي عاصر العيش في المغارات منذ 50 عاما. بالنسبة للمغر كنا قبل ساكنين بها، وأنا من الحقت سكنت فيها. بالنسبة للمغارة وسكنة المغارة أحسن من هالبيوت اللي حاليا ساكنين بها، أريح. أولي الرومان وقت عاملينها زي رفوف الحمام، شفت رفوف الحمام طبقات طبقات. 5000 مغارة حفرت قبل أكثر من 4000 سنة، بقي منها المئات فقط، حيث ردم القسم الأكبر نتيجة السيول والأمطار والحفريات. بالرغم من قدمها، إلا أن أهالي القرية يستفيدون من حجارتها الصلبة والمتينة في بناء منازلهم في الوقت الحالي. والله استاذ، بالنسبة يعني كموضوع اهتمام بالآثار يعني شبه معدوم بشكل تام هون، يعني ما بي أي بعثة أو أي اهتمام بالآثار بشكل عام. المغرة القريبة من المنزل، يعني القرية تعرضت للقصف أكثر من مرة يعني من سنوات، ويعني أصبحت المغرة منذ آمن للسكان، يعني أصبحت المغرة جهزوها حتى يعني عفش مد، يعني المغارة شبه دائما أي خطر أي شيء السكان يستخدمون المغر لاحتماء بها. بعثات عربية وأجنبية زارت هذا المكان حسب ما قاله أهالي القرية، ليتعرفوا على طرق البناء التي كان يتخذها سكان هذه المنطقة قبل الميلاد، فضلا عن التنقيب عن الآثار. تاريخ عريق يحكى من هذا المكان، مناطق يعود الزمن بها إلى آلاف السنين، بنيت قبل الميلاد وكانت مأهولة بالسكان لتهجر منذ قرابة 100 عام، ولتبقى شاهدا على عراقة هذه المناطق. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.